احنا المره اللي فاتت اتكلمنا ازاي نقدر نعمل شيرنج للبيانات ما بين الويب ايه كنترول. قال لك والله ده في حاجه اسمها كونفيجريشن. لا الكونفيجريشن ده هو اللي يتميز السيرفر بس هي اللي تقدر تشوفه. قال لك حاجه اسمها كونفيجز. قال لك الكونفيجز ده بيتميز ان كل الناس تقدر تشوفه. بس كان في حاجه نبهنا عليها واتمنى ان احنا ناخد بالنا منها. ايه هي؟ نبهنا على ان البارامتر اللي اتحط سواء في الكونفيج او سواء في الكونتكس بتتحط على انها ايه؟ ليها اسم وليها فاليو، صح ولا لا؟ وان الاثنين بيبقوا عباره عن سترينج. والاثنين بيبقوا عباره عن ايه؟ الاثنين بيبقوا عباره عن سترينج، ده شيء مهم قوي. يبقى البارامتر بتتحط على انه ايه؟ سترينج. طيب ونستخدم الكونتكس بيستخدم انها اقدر اشير من خلال ايه؟ البيانات اقدر يعني الويب كومبوننت اللي انا بقول لك. طيب تمام، تعالى بقى نتكلم في حاجه كويسه قوي. إيه؟ احنا برضو لسه ما زلنا في موضوع شير للديتا، يعني لسه بنتكلم في موضوع شير ايه للبيانات. في مشكله حلوه، تعالى بقى معايا في النظام اللي احنا بنعمله ده عشان نطلع منهم معلومات كويسه. بص كده معايا دلوقتي، انا هعمل صفحه اتش تي ام ال. صفحه اتش تي ام ال مين؟ انا هسميها ريجستريشن بيج. ريجستريشن بيج كنا عملنا الريستريشن بيج قبل كده؟ لا. وبعدين هقول له الريستريشن بيج دي هعمل فيها بيانات اليوزر. بيانات الايه؟ اليوزر. او في شخص معين بيرسون هيخش يعمل الريستريشن علينا في الموقع ده او في الابلكيشن. طيب نحط اول حاجه فورم، وبعد الفورم بنبتدي ان احنا نحط ايه؟ الانبوت اكس، صح ولا لا؟ هذا بقى الأسئلة اللي هنا على طول. كان في واحدة برضو احنا عاملينها. ده بتاع الجنرال. هو هناخد بيه. على طول يا ريت. ونكمل عليها. الفورم بتاعتك هحط فيها ايه؟ اول حاجه انا عايز النيم. النيم عملت الكونتكست اسمه ايه؟ نيم. وبعد كده هعمل بي ار، وبعد كده هعمل حاجه اسمها الايدج. هيدخل عنده كام ايه؟ كام سنه؟ كام سنه دي؟ فهو محتاج برضه اللي هو يعمل برضه تكست انبوت للايدج اسمه ايه؟ اقول اوكي. ويعمل برضه بي ار، وبرضو عايزين نعمل برضو حاجه الاسم والسن والتليفون. التليفون مثلا هخليه بهذا الشكل تكست انبوت اهو معايا يا جماعه، وهخليه مثلا اسم تليفون واقول اوكي. ومعاد البي ار انا كده عندي كام حاجه ثالث. ونعمل من الصفحه دي ونشوف شكلها. عندي تعليق صغير على الشكل عايزين نتكلم فيه من ضمن اللسان، بحيث اللسان يبقى كامل يعني. بص كده معايا. السيرفر بيشتغل. طيب. هل الصفحة ظهرت؟ الصفحة لما ظهرت عندي شايف الشكل عامل ازاي؟ بحس ايه ان الحاجات مش جايه تحت بعض كده، مفيش تنظيم، صح؟ احنا ممكن نوصل للموضوع ده ممكن من خلال الجدول. من خلال ايه؟ الجدول. انا محتاج كام صف؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه. اتكلمنا عن الكيبل قبل كده. اربع صفوف. طيب طب انا ممكن اعمل كده. هو الفور. اروح اعمل جدول. ماشي كده؟ اه. بس خد بالك هعمل كام صف؟ هعمل اربعه. طيب كم عمود؟ اثنين. والبرده مخليه زي ما هو بواحد بحيث اقدر ان انا اتحكم فيه. طيب وبعدين؟ اتكلمنا وقلنا ان انا لازم اجيب الجدول. الجدول. برده الجدول.
نسهل الموضوع ماشي. وبعدين الريفرنس بتاعتك هتبقى ايه؟ في اتش عشان الكلام يبقى بولد صح ولا لا؟ طب انا عايز الكلام البولد ما يبقاش فوق، يعني الجدول ما يبقاش راسه هو البولد، لا انا عايز الكلام يجي على الشمال بحيث النيم وجنبه الانبوت اكس، السالري وجنبه الانبوت اكس. اعملها ازاي؟ الريفرنس دي بقى ما بتعملش في حاجه. كتبت هنا مثلا يعني النيم، وقمت عامل رقم نص نص اللي هيحصل، وجنبيها مثلا سالري، وعملت شيفت اكس 6. الهيدر دوت يخلي الكلام بولد صح ولا لا؟ اهو هيخلي الكلام ايه؟ بولد. لا الكلام البولد ده مش عايز فوق، انا عايز يجي على الايه؟ يجي على الشمال، واحط جنب مين الانبوت اكس. نعملها ازاي؟ خلاص خلي تيجي الاول ماشي، بس نحط هنا بقى تيبل داتا. تيبل ايه؟ داتا. طيب وهنا يبقى الاولانيه هتبقى تي اتش على طول بقى، الاولانيه هتبقى تي اتش. يبقى كده النيت اهو 1 2 3 4 1 2 3 4. طيب النيم عايز احطه في انبوت تكست. طب ما انا ممكن اجيب بتاعي اهو شو ده؟ ده الانبوت تكست بتاعك ارفعه، يعني الجدول اقدر استخدمه ان انا انظم بيه الشكل اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. طيب ده الانبوت تكست جنب مين؟ طيب وبعدين عايزين كمان ده الايه؟ هقول ايه كمان؟ الايدج. الايدج ده نجيبه ازاي؟ اهو تعالى بس نظمه بقى يديه شكل حلو بقى. الايدج وبعد كده الايه؟ لا مش ده الايدج اهو، ده الايدج مع الايدج اهو. طيب ركزوا يا جماعه. طيب عايز ايه كمان؟ الايدج مع التليفون، هو واخد التليفون اهو وحاطه في التليفون. بس هغير دي بقى واخليها ايه؟ عادي. طيب دي ما نبدأش شيء. طيب وبعدين عايز بقى هنا احط صغار صفين صح ولا لا؟ صغار الصفين الاول ايوه هتشيل دي وهم يجيبوا فول وسبان عشان يضم الخليتين على بعض. فول وسبان يضم الخليتين على بعض ويحطوا صغار الايه؟ حاجة بقى شايفة مع بعض، ولا دي ار ولا مش دي ار ولا دي حاجة من ده مع بعض. يعني الفورمات ينسق الدنيا اهي. اعمل اول صفحة اشوف اخرتها. شيفت اف 6 شكلها ممكن بقى زي ما احنا اتعلمنا قلنا عملناها بصح في الفيس، نعرف نعمل ايه بقى؟ نعرف نتحكم في الطول والعرض والكلام ده صح ولا لا؟ انا كنت بخلي الويندوز مثلا 50%، الويندوز مثلا خليه 50%، او اخلي مثلا البيجي بتاعه بتاعها احمر. راجع بقى على القصه او الفيديو بتاع الايه؟ بتاع الجزء ده، والاونلاين خليه في الايه؟ في الصنف، مفيش فيها مشكله اهو. روح على الجدول فوق اهو، الجدول اهو فوق، خلي الويندوز كام ب 50%. طيب ايه كمان برضه محتاجه؟ التي ار، عايز مثلا الاونلاين يبقى فين؟ في النص، يعني زي ما انت عايز يعني الاونلاين على مستوى الجدول خليه فين؟ في النص. اعمل فيها شيفت اف 6 وعايز تلون بقى اعمل ايه بعد؟ معاش ده؟ وصلت الفكرة؟ على كل بقى تي ار وكل حاجه بقى خليها ايه؟ خلي بقى الايه ممكن تسيبها ايه؟ وين؟ في النص ماشي؟ طيب حاجه كمان بالنسبه للانبوت تكست خلي بقى ايه؟ يجي في النص برضه بشكل كويس. شيفت اف 6
فعلا ماشي. إيه لو انت مش عايز البروجرام ده، يعني البروجرام ده لو انت مش عايزه خلي بقى ايه قسم يشتغل ماشي. طيب انت نظمت الشكل، كان جدول له ميزه اللي هو ممكن تنظم من خلال ده الشكل بتاعه. طيب بعد ما عملت كده انت عايز الراجل هيدخل ده صح ولا لا؟ حلو. وبعدين يمشي معايا في المثال واحد واحد، عايز اخد البيانات دي اللي دخلت الصفحه بتاعتي اللي هي صفحه اتش تي ام ال، اروح ابعتها على سيرفر، اروح ابعتها على ايه؟ السيرفر دي هسميها، ركز معايا بقى الكلام، ويرسم معايا، يعني لو انت بتتفرج على الفيديو ارسمها معايا. يبقى اذا ارسم صفحه اتش تي ام ال، صفحه اتش تي ام ال دي اللي انت عاملها دلوقتي. وبعدين هروح ابعت الريكوست على سيرفر، السيرفر دي هسميها ايه؟ ارسمها معايا بقى، نيو ايه؟ نيو سيرفر. السيرفر دي انا هسميها لود ريت، لود ايه؟ ريت. طيب هتعمل ايه السيرفر؟ تحطها ريكوست في الريكوست، حط بياناتها في اللود ريت المال، وخد ال اوعى تنسى بقى، خد الايه؟ اليو ار ال مثلا فينش، ونحطه فين؟ في الاكشن بتاع الفورم. هذا الاكشن بتاع الفورم اهو، هذا الفورم اكشن اهو، ادي ميلتس. كلام جميل. كده انت عملت ايه؟ كده حضرتك بعت ريكوست لمين؟ للسيرفر. ايه المطلوب من السيرفر؟ واحد، اكتب معايا بقى، السيرفر دي مطلوب منها واحد ايه؟ استقبال القيم. يعني بتستقبل ليه؟ طيب تاني حاجه ايه؟ تعمل اوبجكت من كلاس اسمها بيرسون. ليه؟ معلش اجل السؤال ده شويه، يعني ليه هتعمل اوبجكت من كلاس بيرسون؟ هعملها دلوقتي. كلاس بيرسون معاها ايه؟ معاها خصائص اللي احنا عاملينها، اللي هو النيم والايج والايه؟ والتاني. حلو كده؟ حلو. تعمل اوبجكت وتحط القيم اللي هي خدتها تحطها فين؟ في الاوبجكت. ليه؟ عشان تعمل ايه؟ هنشوف بقى دلوقتي. بس عايز نمشي خطوه ايه؟ خطوه خطوه. ماشي كده؟ طيب يلا بينا. ادي السيرفر ده. وبعدين النسب المشتركه اللي بينفع عاملها لنا علشان نكتب فيها، فاكرينها؟ ادي النسب اهي. ماشي. تعالى بقى نعمل البيزنس. البيزنس عباره عن ايه؟ ولا حاجه، هروح اقول له يا ريكوست. نعم. بوب. جيت بارامتر. هات البارامتر اللي اسمه، يقول له مثلا اسمه نيم، مش هو اسمه نيم برضه؟ صح ولا لا؟ بنخزنه في متغير اسمه نيم. سترينج نيم. صح كده؟ وبعدين خد ده بقى معاك كود الاي ار، ده البيزنس بتاعك. وبعدين ده اسمه ما اسموش مين بقى، امال اسمه ايه؟ ايج. والحط ده ايج، وده ما اسموش مين برضه، اسمه ايه؟ تل. بالظبط. صحيحه تمام كده. الى ام وايه وتي مثلا. طيب كده بتستقبل القيم. وبعدين اول حاجه اول نعمل كومنت كده واطلع ريسيف ديتا، بيستقبل البيانات. طيب وبعدين هيعمل اوبجكت من كلاس اسمها بيرسون. ليه يا عم؟ ليه تعمل اوبجكت ده ليه؟ اصبر عليا اقول لك ليه حل وهتعرف. ماشي كده. فين بيرسون؟ اهي كليك يمين، مليون 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 مليون. جافا جافا كلاس، جافا كلاس، اهي جافا كلاس هسميها ايه؟ بيرسون. نحن على الشاشة ده حطوها في اكسس اسمها ايه؟ ديتا. اسمها ايه؟ ديتا. واقول له فينش. طيب كلام جميل قوي قوي. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اعبيه خصائص. ايه خصائصه؟ برايفت سترينج مين؟ برايفت سترينج ايه؟ النيم والايج. بس الايج ما هوش سترينج، الايج ايه؟ انت. جميل جدا. طيب وبعدين قريب سترينج تليفون. واحد يقول لي التليفون مش سترينج برضه، لا
في تليفونات بيبقى فيها علامة زائد في الأول، افرض حصل كده يبقى لازم تعمله سكرين. طيب وبالمرة بيعملوا صفر وايه؟ وظيفة. الصفر والظيفة بيتعمل ازاي؟ فاكرين في الايه؟ في الاس 3 انسيرت كود. انسيرت كود قال له اعمل لي صفر بس ولا وظيفة بس ولا ايه؟ لا لا لا، صفر وظيفة. صفر وظيفة لمين؟ للناس كلها. وانت موافق على الكلام ده قول له اه. كنا توظف عملك عملك مرة واحدة في الحياة وشكرا. تعالى نعمل منها اوبجكت، يلا نعمل منها بيرسون اهو. بيرسون بي بيساوي نيو ايه؟ نيو بيرسون. جميل جدا. واحد يقول انت عامل ايه؟ السبب هقول لك حالا اهو لما تعرف ايه المثال. المثال يا باشا المثال واحدة واحد عملت صفحة اتش ام ال، تبعت البيانات على سيرفلت، سيرفلت تستقبل البيانات تحطها في الاوبجكت. ليه بقى؟ انا اعرف اهو بي بروجرام ايه الايدج. ايوه هو عباره عن ايه؟ انتجر نمبر سنت لمين؟ للايه؟ وبعدين بي دوت سنت نيم اسمه ايه؟ هو الام. وبي دوت سنت تليفون اللي هو انت كده خلاص، كده خلاص خلصت. وبعدين هبعت للراجل اقول له ايه؟ تم تحميل بياناتك، تم تحميل البيانات. عنوانها ايه؟ عنوانها لودينج لودينج بيت. طيب خلاص كده هيحصل ايه؟ ولا حاجه. كده هيحصل ان هيروح يعمل ايه؟ يعمل رن في الستة ونشوف لحد كده الموضوع مفيش فيها مشكله. كلام عن ايه؟ بس في سؤال، ايه هو انت ليه عملت كده؟ صح ولا لا؟ هقول اهو يعني ان الاسم ايه؟ ابراهيم. طيب الايه؟ 28. طيب التليفون اي حاجه 010 06 90 91 09. قول اوكي ولا اي حاجه. شوف شوف هيبعت للسيرفر، السيرفر ترد عليك تم تحميل الداتا. اللي حصل ايه لحد دلوقتي؟ السيرفر ده هي اللي ردت عليك ايه؟ قالت لك تم تحميل ايه؟ البيانات. بالظبط السيرفر ردت عليا قالت لي تم تحميل. جميل. طيب عايز اعمل حاجه بسيطه بقى. ايه؟ عايز اعمل لينك. عايز اعمل ايه؟ ايوه عارفين اللينك خدناه اللي هو التاج اللي اسمه ايه؟ جميل. اللينك لما يضغط عليها يفتح له صفحه ثانيه يقول له ايه؟ بياناتك هي ابراهيم وتليفون وعنوان. وصلت كده؟ طيب اللينك دي اعملها ازاي؟ ركز معايا في الكلام كويس. يبقى في السيرفر ده اللي هو الكلام ده اهو، الكلام ده اهو، عايز احط هنا لينك يضغط عليها يوري له البيانات. جميل. طيب لو انتم فاكرين اللينك بتتعمل ازاي اهي، فيقول له تم التحميل. ايوه ويجي هنا اهو ويقول له ايه؟ يفتح تاب سلاش ايه يقول هنا ايه؟ ومعاه هنا اتش رف بيساوي، شوف بقى هيوديه لاي صفحه، صح ولا لا؟ واقول له هنا شو يور ديتا لو انت عايز تشوفها يعني. طيب كلام جميل. تعال شوف الشكل الحالي بقى كده، مش هروح في مكان اهو. شايف اللي عامل كده اهو، شايف ايه اللي ست؟ اسمعوا يا شباب ايه اهو الاسم ايه؟ ابراهيم 28 والتاني لما يقول اوكي اللي حصل؟ اللي حصل اهو رد عليا واللينك قال اللينك ده انا عايز لما اضغط عليها، لما اضغط عليه
اللي يحصل؟ يبعت ريكوست للسيرفر الثانية. سيرفر ايه؟ يعني السيرفر الثانية اهو. كليك يمين نيو سيرفر. هسميها ايه؟ هسميها شو ديتا. شو ديتا دي موجودة في باكج اسمها سيرفر. واقول له نيكست. وقبل ما انسى اروح اخد اليو ار ال معايا كوبي. واقول له نيكست. واقوم جاي هنا اهو بقى في السيرفر الاولانيه اللي هي بتاعه الجروب داتا ده احط هنا مين؟ اليو ار ال. وصلت الفكره؟ وصلت؟ حد عايز يسال؟ ماشي. لا لا ما فهمتش. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب وبعدين هقول له شو ديت. شو ديت دي عشان بس اطمن ان هو تم النداء عليها ولا لا. اروح بس اشيل الكلام اللي فيها. شو ده اللي هتعمل ايه؟ هنقول اهو بقى حل. هو ده المغزى بقى. اهو شيل بس اللي هو عامله ده. تعالى بقى ايه؟ نعمل رن اهي. اهي. نقول له رن. شفت اف 6 ونشتغل. ركز معايا. هو قال صاحب اتش تي ام ال اشتغل. هتروح تبعت ريكوست للباقي. اهي. نيم 28 تليفون اوكي حلو كده اللينك كان دي السيرفر الاولانيه صح كده تمام بعد الريكوست هتبعت بقى ايه الشغلات اللي هي لما اضغط هنا اهو هيفتح سيرفر الثاني السيرفر الثاني فتح تاني صح ولا لا تمام السيرفر الثانية دي بقى محتاجة تشوف البيانات تشوف الايه؟ عشان كده أنا عملت الأوبشن ركز بقى معايا المفروض السيرفر دي اللي هي بتاعت جود داتا اللي استقبلت البيانات مش هي استقبلت البيانات المفروض تبعتها لمين؟ شو داتا عشان كده أنا عملت الأوبشن ليه؟ بدل ما أبعت له الأي دي والنيم والسلم والكوميشن والتليفون والايميل ابعت واحد واحد طب ايه رايك احطهم في اوبجكت واحد وابعت الاوبجكت شفت بقى في طريقه عشان اشير البيانات وصل كلام جميل شكل عبيتهم كلهم في اوبجكت ايه واحد كلام جميل قوي يبقى عندك حاجه صغيره قد كده اهو ايه ازاي السيرفر دي تبعت الاوبجكت ده ده اوبجكت محتوى على بيانات اهو ده ده اوبجكت صح ولا لا مش ده اوبجكت محتوى على بيانات تمام اذا انت معاك السيرفر الثاني لو انت عايز تشير البيانات تستخدم مش تستخدم الكونتكست صح ولا لا صح طب روح بقى فين على الكونتكست يلا بقى ادي اهو ادي الكونتكست بارامتر يلا قول له هات يلا يا عم حط اسمه اي حاجه طيب والفاليو الفاليو اوبجكت صح ولا لا خد بالك من حاجه مهمه البارامتر لازم اسمه يبقى سترينج ولازم الفاليو يبقى سترينج ما ينفعش الفاليو يا باشمهندسين يبقى عباره عن اوبجكت ومن هنا تيجي مشكله البارامتر لو انت عايز تشير بيانات عباره عن كلام استرينج ايوه ماشي اعمله بارامتر لكن البيانات اللي انا عايز اعمل لها شير ما هياش استرينج ما هياش ايه؟ استرينج وصل فكره؟ طب اعمل ايه؟ الكونتكست بقاعده الكونتكست ممكن احط فيه حاجتين ممكن احط فيه كام حاجه اول حاجه ممكن احط فيه بارامتر بس البارامتر لازم يبقى سترينج النيم بتاعه سترينج والفاليو برضه لازم تبقى ايه؟ سترينج طب افرض يا عم النيم سترينج لكن الفاليو اوبجكت ما هياش سترينج ايه اوبجكت؟ اعمل ايه؟ انا في الحاله دي بقى شايف اللفظ الجديد ده بقى هيظهر معانا بقى وهيعيش معانا على طول
قال لك خلاص في الحالة دي ما تحطوش على انه برايفت. والله حطه على ايه؟ اتريبيوت. نحطه بقى على انه ايه؟ اتريبيوت. الاتريبيوت ما الفرق بين الاتريبيوت والبرايفت؟ فرق السماء والارض. الاتريبيوت عنده نيم وفاليو والبرامتر عنده نيم وفاليو، بس البرامتر النيم والفاليو سترينج، اما الاتريبيوت النيم سترينج والفاليو اوبجكت. وصل للفكره؟ الكلام جميل. يبقى اعمل ايه؟ بص بقى اتعمل ازاي؟ اقوم جاي اقول له ايه؟ جيت سيرفلت كونتكست هات الاوبجكت دوت سيت اتريبيوت. دي مثل التعامل مع الاتريبيوت. لو انت هتكتب وراي التعامل مع ايه؟ خلاص احنا عرفنا يعني ايه اتريبيوت وايه الفرق بينه وبين البارامتر وايه اللي تحتاجه. لما اكون عايز اشير البيانات من ويب كومبوننت لويب كومبوننت ايه؟ طيب اتعامل معاه ازاي؟ قال لك بص يا سيدي ايوه عشان تحطه في مكان، عشان تحطه في مكان بقول له سيت اتريبيوت. وزي ما انت شايف ايوه بياخد منك الاسم، والاسم يبقى عباره عن اسمه ايه؟ والاوبجكت اهو دي اول حاجه نعملها عملي ونكمل اهو اسمه ايه؟ حط اي باي اسم. طيب وايه هو الاوبجكت بي؟ كلام جميل اتحط في الكونتكست خلاص كل سنه. طيب يبقى الاتريبيوت بيتحط اول حاجه في الكونتكست. طب اتعامل معاه ازاي؟ قال لو اتحط في الكونتكست ام تقلقها الا الله تشوفها. كلام جميل قوي. طيب ازاي اتعامل معاه؟ هقول له سيت ايه؟ اتريبيوت كده اتحط كده ايه؟ برافو. طيب هناك هناك شو داتا دايت المفروض اللي هي بقى هنعمل ايه؟ جيت سيرفر الكونتكست دوت تقول له سيت اتريبيوت برضه؟ لا جيت اتريبيوت بالظبط اهو. يبقى ده الاسم رقم اثنين جيت اتريبيوت. او ياخد مني اسم الاتريبيوت وبيرجع في الكلاس نوعها ايه؟ اوبجكت. اقول اسمه ايه؟ اسمه بي اي ار. مش انا حطيته هنا اسمه بي اي ار. اقول له خلاص بقى هاتهولي اهو حاطين بي اي ار. اروح هنا كمان اقول له لا خلاص هاتهولي. لا وصل لنا كلام جميل. بس هو بيرجع باوبجكت. طب انا عارف ومتاكد ان هو يرجع بايه؟ بيرسون. اقوم عامل كاست على ايه؟ على بيرس. وصلت الفكره؟ طيب مش معنى انت عملت له جيت يبقى اتمسح من الكونتكست. لا عايز تمسحه قول له ريموف اتريبيوت. قول له جيت سيرفر الكونتكست ضد ريموف اتريبيوت وجيت اسم اتريبيوت يمسحه خالص. وصلت الفكره؟ اهو. وبعد كده قول له ايه بقى؟ ممكن اطلع له رساله بقى في السيرفر الداريه. طلع له بقى مسج مثلا مسج ظريفه شو داتا. اقول له مثلا ايه؟ بي سلاش بي واقول له اسمك ومين واقوم لازم جنب منه مين؟ ها؟ بي دوت جيب ايه؟ جيب مين؟ بالظبط كده معايا؟ طيب وبعدين اقوم رايح على ده كده اهو اهو كده اهو كنا بس اخوي معاك اهو 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 ماشي. نيجي بقى هنا اهو تقول لك ايه؟ هو يبقى هنا جيت ايه؟ جيت ايه؟ جيت ايه؟ هنا بالمره بقى جيت ايه؟ كده السيرفر دي عملت ايه اللي هي دول داتا عملت ايه؟ عملت اوبجكت حطيتها في الكونتكست وشو داتا هي اللي ايه؟ اللي ضاعت. بص بقى شو داتا ورحت جيبه وصلت الفكره؟ ما انت لو انت عايز تشير البيانات ايوه الكونتكست في حل ايه؟ حل الوقت. وصلت الفكره؟ ده كلام جميل قوي.
في واحد ممكن يسألني يقول لي طب معلش يا باشمهندس شير البيانات ده مين أزاي إيه مثلا يعني زي إيه في الموقع؟ هقول لك لما هي تخش على الفيسبوك مثلا الفيسبوك أنت بتدخل اليوزر نيم أو الاسم أو الإيميل بتاعك والباسورد وتقول لي جميل هو راح عمل إيه؟ راح جاب بيانات أيوه البيانات دي اسمك مثلا مش بتكلم بتفتح أي صفحة في الموقع بتلاقي اسمك مكتوب فوق طب ازاي الصفحات شافت اسمك؟ صح ولا لا؟ ازاي؟ وصل؟ عمل ايه؟ عمل البيانات بتاعتك خلاها مشتركه ما بين الايه؟ الصفحات اسمك تخش في اي صفحه تلاقي اسمك موجود مش صفحه او صفحه لا وصل الفكره؟ ده كلام جميل قوي طيب بص بقى معايا احنا عملنا شيرنج للايه؟ شيرنج للبيانات طيب بص بقى معايا نعمل رقم كده تاني ستة وتتبع معايا الخطوات واحدة واحدة طيب وبعدين مش جيني صاحب الاتش تي ام ال اللي فتحت طيب كلام جميل قوي الاو ابراهيم السن 28 اهو زي ما انت شايف مش اي مشكلة يوزر وداخل حق ولا مش حق ولا حق اوكي اوكي طب وريني البيانات قال لهم اسمك ابراهيم عمر جميل جدا طيب بص كده معايا ايه اللي هيحصل؟ ده واحد قاعد على الجهاز بتاعه بيتكلم مع الابلكيشن بتاعه ده طبيعي طيب في واحد تاني اهو طبيعي ان البرنامج بتاعك هيتكلم مع اكتر من يوزر في نفس الايه؟ نفس الوقت جميل بص كده معايا اهو معايا اهو جميل فتحه تاني طيب وبعدين هيجي هنا هو ويقول له زياد طيب عندك كام سنه؟ عندي 5 سنين طيب وتليفونك ايه؟ 2 3 4 5 6 وقال له اوكي اوكي شو داتا؟ قال له ايه ده؟ زياد يعني كل واحد في حاله اهو بس انا استاذنك في حاجه بس ارجع للاولاني بتاع ابراهيم المفروض بحق ربنا يقول له انت اسمك ايه؟ طب بص المفاجاه بقى مصيبه سودا صح ولا لا؟ اليوزرز داخلين على بعض يعني تخيل مثلا حضرتك فاتح الفيسبوك اهو وفي واحد مثلا تاني فاتح الفيسبوك انت دخلت هو انا شايف بيانات ما ينفع اظن دي لما اللي حصل ان ايه اللي حصل الكونتكست مشترك ما بيننا كلنا فلما واحد حط فيه حاجه ودخل واحد تاني شال القديم وحط الجديد ده الكونتكست ده الايه الكونتكست الاتريبيوت لو اتحط في الكونتكست ايوه الدنيا كلها تشوف وصل حلو يلا انتوا بقى معايا يبقى اماكن الاتريبيوت الاتريبيوت بنحط فين بيقولوا عليها اتريبيوت سكوب يعني سكوب الحيز او النطاق بتاعه اول حاجه ايوه الكونتكست بيتحط في الكونتكست وبالتالي الكل هيشوف الكل ايه هيشوف هو له مكان ثاني له اماكن ثانيه تعالى نتعلم يبقى إيه خلاص عرفنا الكونتكست عيوبه ايه ماشي طب الكونتكست ده انا استخدمه ايه بس هو مثلا ان انا اعمل كونكشن على الداتا بيس الكونكشن دي انا محتاجها في الصفحات كلها الكونكشن دي مش اليوزر مش هيشوفها ولا هيتعامل معاها مفيش مشكله ان احنا نحطها في الكونكس اما بيانات الناس ما ينفعش نحطها في الكونكس وصل طب نعمل ايه ركز بقى معايا كده عشان نعرف طيب الحل احط البيانات دي فين بص بقى معايا عايز اخد رايك انا دلوقتي راجل اول فتحت البراوزر بتاعي فيها مشكله تمام وقمت رايح طبعا الجهاز عندي مفيش فيه نت انا مثلا هكتب فيسبوك لما اكتب الفيسبوك كده معايا يا شباب اهو هعتبر مثلا ان فتح صفحه الفيسبوك بقى لو كتبت اليوزر نيم والباسورد مش هخش طيب لو جيت عملت واحد كمان كده اهو فتحت تابه جديده وكاتب فيها فيسبوك تخيل بقى معايا كده مش عارف حد مجربها فيكم ولا لا
وتعمل صفحه ثانيه، هل الصفحه الثانيه دي لما تفتح تفتح يقول لي دخل يوزر نيم وباسورد ولا يفتح على صفحتي على طول؟ هيفتح على الصفحه. طيب لو انا كده بدات جربها دلوقتي، طيب لو انا فتحت براوزر ثاني، براوزر ثاني خالص، وقمت رايح كاتب فيه فيسبوك، راح كاتب فيه فيسبوك، طيب فيسبوك هيخش ولا هيقول لي دخل يوزر نيم وباسورد؟ هيقول لي دخل يوزر نيم وباسورد، صح ولا لا؟ اشمعنى هنا واشمعنى هنا؟ انت تقول لي عشان فتح هنا تاب جديد، اصلا ده براوزر وده براوزر. ايوه صح، انت بتتكلم كلام جميل قوي فعلا، عشان ده براوزر وده ايه؟ براوزر. بس انت مش واخد بالك من حاجه، ايه؟ الفيسبوك عرف منين ان ده براوزر وده براوزر؟ هو ده السؤال برضه، هو قاعد معانا، هو شايفنا صح ولا لا؟ يعني انا بكلمه، بكلم سيرفر بعيد، عرف منين ان ده سيرفر، اللي ده براوزر وده ايه؟ براوزر. هو ده السؤال اللي انا عايز اتكلم فيه. انا بتكلم في حاجه اسمها سيشن. السيشن، سيشن يعني ايه؟ يعني جلسه. يعني احنا دلوقتي قاعدين في ايه؟ في سيشن. يعني احنا دلوقتي قاعدين في ايه؟ في سيشن. طيب السيشن دي اللي بيحصل فيها؟ قال لك الجلسه اللي احنا قاعدينها دي، مش انا قاعد معاك اهو. طيب الجلسه دي بتنتهي امتى؟ لو انا مشيت او انتوا مشيت، صح ولا لا؟ كلام جميل. نفس الكلام البراوزر بيعمل سيشن مع الابلكيشن سيرفر. بيعمل سيشن مع مين؟ الابلكيشن سيرفر، مع اول ريكوست بيبعته له. السيشن اتعمل خلاص مع البراوزر. يبقى الصفحات اللي راحة والصفحات اللي جايه هتمر من خلال مين؟ السيشن. وصلت الفكره؟ كلام جميل. طب ما لما يجي براوزر ثاني يكلم الابلكيشن سيرفر ده يفتح سيشن ايه؟ جديد. يبقى كان ده واحد وده واحد ثاني خالص. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ كلام جميل. اهي يا جماعه عشان اللي بيتفرج على الفيديو، ادي براوزر اهو، ادي براوزر، وادي ابلكيشن سيرفر اهو الناحيه الثانيه. طيب انا بقى البراوزر ده لما يبعت ريكوست للابلكيشن سيرفر بيعمل حاجه بينه وبينه اسمها ايه؟ سيشن. طيب لو في براوزر ثاني هيعمل ايه؟ هيعمل سيشن ثانيه معاه. يبقى ده واحد وده ايه؟ وده واحد. طيب ايه رايك بقى؟ بدل انا بقى كمبرمج بقى، انا بقى بدل ما احط الحاجه في الكونتكست اللي هنا اللي كل الناس شايفه الكونتكست ده، لا انا احط البيانات فين؟ في السيشن. يبقى كل واحد يشوف حد، كل واحد يشوف ايه؟ وده المكان الثاني. يبقى بدل ما احط الاتريبيوت في الكونتكست، لا انا احطه فين؟ في السيشن. وصلت الفكره؟ في السيشن. ايوه، يبقى الصفحات اللي اليوزر هيفتحها بس هي اللي هتشوف الايه؟ البيانات. وده اللي بيحصل في الفيسبوك فعلا. وصل؟ طيب نعملها ازاي؟ بص كده معايا، كل اللي هيتغير في الابلكيشن بتاع اللي انا هقول له ايه؟ انا مش هعمل ايه؟ مش همسحها، هسيبها اعملها كومنت. شوف هقول له ايه؟ بدل ما اقول له جيت سيرف للكونتكست، لا لا لا، احطه في السيشن. احطه فين؟ في السيشن. ازاي بقى؟ عندنا حاجه اسمها ريكوست. ازاي اجيب السيشن؟ اقول له ريكوست دوت بالسيشن. بجيب السيشن من خلال الريكوست. النوع زي ما انت شايف كده بيقولوا عليه ايه؟ اتش تي تي بي ايه؟ سيشن. طيب اهو اروح اكلم نوع اتش تي تي بي سيشن. والديفولت يعني ايه؟ يعني الاسم المصطلح عليه سيشن. ممكن اسميه اي حاجه. وبعدين خلاص اقول له ايه؟ سيشن دوت سيت اتريبيوت. برافو. ما احنا قلنا بقى التعامل واحد، بس المكان ايه؟ هيتغير اهو.
اقول اسمه بي بي ار واجي لو احط البي خلاص. طب هو هنا يا باشمهندس يعني ما هي اهي ايوه بس هنا فين في الكونتكست اما هنا فين في السيشن. طيب حد يعرف الباقي ده؟ ها برافو اروح عشو ايوه اقول له ايه ها ما اقولوش بقى جيس سيرفلت ايه كونتكست لا 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 اقول له هاتها لي من السيشن نفس الكلام اقول له ايه كود ده هو نفس الكود اهو HTTP session اعمل لها import معايا شباب. طيب وبعدين اجي هنا اول ما اقول له ايه السيشن ها دوت ها جيت اتريبيوت بالظبط اللي اسمه هنا فير وبيرجع لبيرس ونعمل له كاست انه يرجع برضه الكوش بس وصلت الفكره يا شباب وصل. طيب هل ده يحل المشكله؟ ما هي نشوف على كده نعمل رد. بصوا معايا اللي عايز السيشن دي حاجه غايه في الاهميه غايه في الاهميه. طبي ايوه 1 2 3 الاسم ابراهيم 28 تليفون اهو اقول له اوكي يشوف البيانات صح كده اتحطيت له في السيشن اللي بعده. تعالى افتح البراوزر الثاني اهو ادي البراوزر اهو احط بقى حاجه بتاعته معايا 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 انا قلنا لي معاها اهو هيخش يحط هو كمان الحاجه بتاعته الاسم مثلا زياد السن تليفون اهو اهو اوكي يشوف البيانات بتاعته. هتقول لي طب ما هو كان زي زمان. لا لو رجع تاني ودخل كمان هيشوف برضه مين وكل واحد عايش في حاله. وصلت الفكره؟ هي دي مين السيشن. هقول كمان بالاتريبيوت اقدر ان انا احطه فين؟ اقدر احطه في الكونتكست الدنيا كلها تشوفه. اما لو انا حطيته في السيشن ايوه هيبقى مين؟ هيبقى متاح لصفحات اليوزر ايه؟ اليوزر ايه؟ شايفها بس. طيب اليوزر فتحها بس. طيب السيشن امتى بتنتهي؟ بتنتهي لما انا اقفل البراوزر. لما اقفل البراوزر ايوه السيشن ايه؟ وصل هنا هو بالتالي الاوبجكت بيتمسح. اما في الكونتكست لا ده بيبقى الكونتكست ما بيموتش الا لما الابلكيشن سيرفر يتقفل. يعني لما اقفل كده يعني كده كده الكونتكست موجود متحافظ عليه الا لما الكونتكست يكون كان يقفل. بص 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 كده الكونتكست مات. وصل؟ يعني يفضل الاوبجكت متحافظ عليه طول ما الابلكيشن ايه؟ شغال. حاجه زي دي انا محتاجها في الكونكشن على الداتا بيز صح ولا لا؟ في الحاله دي انا هحطها في الكونتكست. معايا كده؟ طيب واحنا كده خدنا فكره عن الايه؟ الاتريبيوت وعرفنا نتعامل معاه ازاي وعرفنا يعني ايه سيشن. بص كده معايا في بعض الميثودز المهمه في السيشن زي ايه مثلا؟ في حاجه اسمها از نيو. يعني ايه از نيو؟ يعني هل السيشن دي جديده ولا لا؟ فانا عايز اعرف الراجل ده اول مره يتكلمنا ولا لا 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 ده السيشن دي موجوده يعني في بيانات رايحه ايه؟ رايحه جايه. دي حاجه احنا بنستخدمها في البروجكت ان شاء الله. از نيو بتعرف منها اذا كان السيشن دي جديده ولا مش جديده؟ اول ريكوست ولا لا؟ طيب ايه كمان؟ في برضه حاجه اسمها ايه؟ جيت ماكس انتراكتف انترفال. يعني ايه؟ بترجع باعلى طيب. اعلى ايه؟ اعلى طيب. لازم تتعامل مع يعني مثلا ايه؟ 30 ثانيه اوائل الزمن بالثواني. 30 ثانيه يعني الزمن ده لو عدى
من غير ما تتعامل مع السيشن ايوه يعمل لها انفاليد يموتها كونتينر يموتها. وصلت الفكره؟ طيب ايه كمان انفاليد ده لو انت بقى عايز ايه؟ عايز انت يعني بايدك تخلي السيشن ايه انفاليد ويموت كل الاوبجكت اللي فيه. طيب في واحده كمان برضو طبعا ريموف اتريبيوت عارفينها اهو. واحد يقول لك ايه؟ طيب احنا اتكلمنا على الزمن اللي هو من خلاله يقدر ايه يحتفظ بالسيشن. انا ممكن احط الزمن ده اقول له ايه؟ سيت ماكسيمم سيت ماكسيمم انتر اكتف انترفال. يعني خلي السيشن دي لو اليوزر ما تعاملش معاها يعني ما حطش ايه؟ بيانات ما خدش منها بيانات. ايوه لو السيشن دي ما فيش اي تعامل فيها لمده 50 ثانيه ايوه ايه خلاص يبطل ايه؟ يبطل السيشن. يعني ممكن اموت السيشن او اخليها صاحيه لوقت ايه؟ معين من خلال هذه النسبه. وصلت الفكره؟ طيب في يعني اشهر طبعا زائد بقى سيت اتريبيوت وجيت اتريبيوت وريموف ايه؟ اتريبيوت. طبعا مثل زي دي بتبقى مهمه جدا زي اسم نيوت دي هنستخدمها ان شاء الله مع بعض في البروجكت ايه بتاعنا. طيب اي سؤال؟ اي سؤال؟ ماشي يا جماعه كده احنا عرفنا مكان الاتريبيوت حط فين يعني ايه كونتكست يعني ايه سيشن يعني ايه يقدر يشير لايه البيانات استخدم الكونتكست امتى استخدم السيشن امتى ده كلام عرفناه. شكرا والسلام عليكم.